السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، خوتي خواتاتي داخل وخارج أرض الوطن. إن شاء الله ألقاكم في هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية بإذن الله. وأخيرا بانت الحقيقة وظهر الحق بعد ما تأكدت دنيا باطمة من أنها ضحية لهذا الحساب حمزة مون بيبي، والسبب أن الزوج ديالها هو اللي غرها، هو دي السبب ديالها باش فتحت هذا الحساب. وهادشي كامل كنا عارفينه خوتي، كنا عارفينه لأن هذاك السيد اللي من دولة الخليج اللي جاء على أساس طمع من هذه المغنية، فما كان عليه إلا باش ينشأ لي هذاك الحساب وينتقم من الناس بداية في دول الخليج. هما كانوا عايشين في الخليج هو الزوجة ديال المغنية، وكانوا يعني كيأثروا على الناس الخليجيين فنانة يعني بسبب هذا الحساب. ومن بعد ما جاوا المغرب يعني زادوا نشطوا في هذا الحساب، وهنا فين بدات هذه الدنيا استغلت حساب حمزة مون بيبي باش تنتقم اي واحد كان عنده حسابات مع هذه السيدة. صراحة اخوتي اعمال الشيطانية اللي كيقوموا بها هاد الناس لتخريب يعني الحياة الشخصية لضحايا ما كانوش على علم بهذا الشيء، حتى كيتفاجئوا مجموعة من الصور والفيديوهات داخل يعني هذا الحساب واللي كانت مزعماهم هاد المغنية، واللي كانت مأطراهم، واللي كان عندها القن السري. وهذا الشيء كامل تحت أنظار يعني محمد ترك ديك الزوج ديالها اللي دائما لانه لا يعقل اخوتي، لا يعقل ان الحساب نشط ليل نهار والزوج فين كيكون؟ واش ما كيكونش معاه في البيت؟ واش ما كيكونش حاضر معاه؟ هذا دليل اخوتي، فهو من اكبر المتورطين في هذا الحساب. وحنا كنطلبوا من المحكمه، كنطلبوا من المحكمه بمراكش النظر في هذا القضية في هذا الملف، لأنه يعني انتشر يعني حتى من خارج الحدود. يعني هذا الحساب فهو كينشط في جميع أنحاء العالم، في جميع أنحاء العالم كما في ذلك الدول الخليجية، واللي جا منا هذا السيد زوج المغنية واللي هو ساكت وعارف راسه أنه يعني متهم كبير في هذا الحساب. مرة أخرى كنطالبوا السلطات تعيد النظر في هذا الملف ووضع حد زعيم هذا الحساب، زعيم هذا الحساب. أؤكد لكم أخوتي زعيم هذا الحساب هو هذا الزوج محمد ترك. احنا على يقين أن التحريات وحتى الحكم الاستئناف اللي غيقوم اللي غيتقام إن شاء الله في أواخر هذا الشهر، واللي غيتم تحديد الحكم النهائي للمغنية إلا شنا عند خروج المغنية من المحكمة، دائما لاصق فيها، دائما بجنبها، دائما كيف يعقل هاد السيد دائما يعني وجهه صفار ومخلوع على أساس أنه شي حاجة أخوتي يعني كينا مخازنة علينا شي حاجة. وهذا دليل أنه متورط بهذا الحساب وخايف لا تفرشوا هاد المغنية وتفضحوا، حيت إلا قالت اليوم راه هذا هو السيد لي عمل فغتكون محاكمة أخرى وغيجبدوا بزاف الريوس ماشي غير في المغرب حتى في الخليج، لأن هذا الحساب هو كيعرف واحد انتشار واسع في جميع دول العالم وبالأخص دول العالم العربي. صراحة خصنا نحدوا من هذا الشيء أخوتي، لأن هذا فيروس خرج على حياة مجموعة من الناس. وحنا كنطالبوا حتى السلطات ان السيد محمد ميديمي كيف يعقل رئيس مكتب حقوق الانسان يزج به في السجن الودايا، وهذا شيء خطير. السبب هو الحساب حمزة مون بيبي، السبب هو الحساب حمزة مون بيبي. إعادة النظر اخوتي، وحنا بغينا الصراح للاستاذ، كلنا الاستاذ ميديمي، بغينا الصراح عاجلا ام اجلا، وكنتظروا بفارغ الصبر حتى وعدوا الجلسة في اواخر الشهر ان شاء الله، واللي غتقول الكلمة ديالها الأخيرة. وحنا كنطالبوا من السلطات العليا أن تدخل في ملف أستاذنا الحقوقي الكبير المناضل اللي كيدافع دائما المظلومين والمكلومين.
ان شاء الله يطلق سراحه عما قريب. والتحيه تحيه كبيره للجاليه المغربيه خارج ارض الوطن بما في ذلك الجاليه يعني لاقامه الوقفه التضامنيه مؤخرا يوم الجمعه في جنيف امام مقر الامم المتحده اللي لقت واحد النجاح باهر على غرار الوقفه التضامنيه الاخيره يعني ديال باريس امام السفاره المغربيه بباريس. صراحه تحيه كبيره لهاد الناس، هاد الناس يعني الشرفاء الاحرار اللي قدموا واحد العمل، اللي قدموا واحد صراحه الدفاع عن المظلوم، الدفاع عن المظلوم رساله يعني وصلت لجميع المسؤولين خارج ارض الوطن بما في ذلك يعني المسؤولين هنا في المغرب اللي هما في حيره من امرهم اللي كينتظروا شي قرار باش يتم بشي طريقه باش يخرجوا ريوسهم من هاد الوغله اللي توغلوا فيها ديال هذا الحساب حمزه مون بيبي واللي عرفات انتشار واسع واللي حتى الراي العام المغربي صغيرا وكبيرا كيتكلم على هذا الشيء كامل. وحنا عارفين الحقيقه هي ان تستر على دنيا باطمه والحكم عليها بذلك الثمانيه اشهر القليله يعني بغض النظر على المتهمين لتحكموا بسنتين. كيف يكون اعضاء المكتب اعضاء الحساب حمزه مون بيتحكموا بسنتين وزعيمه العصابه بثمانيه اشهر؟ احنا على يقين ان الاستئناف سوف يقول كلمته. الى ما كانش الى تفاجئنا وتصدمنا بديك البراءه فهذا سوف يكون يعني سوف نترحم على القضاء، ولكن اذا كانت 8 اشهر على الاقل ربما غيتنصفوا هذوك جميع الضحايا غيتنصفوا وياخذوا الحق ديالهم من هذه القضيه ان شاء الله. اخوتي ان شاء الله اخوتي احنا على يقين ان الصلاه غيكون وان الملف غياخذ مجرى ديالو، وحنا على ثقه كامله في القضاء المغربي، على ثقه كامله في القضاء المغربي اللي عمل المجهود ديالو الجبار ويتم تغيير مجموعه من القضاة واللي غي اعاده نظر في هذه المحاكمه وتقول الكلمه ديالها في الاخير ان شاء الله عما قريب. خوتي خواتاتي ما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو، ما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو، والناس جداد مازال ما تابوناش اخوتي تابوناو باش دائما يوصلكم الجديد ان شاء الله. اخوتي القاكم في تمام الصحه والعافيه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.